بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاء الشمري، أخصائية مكافحة عدوى من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. تتطرق في هذه المحاضرة عن الدليل الإرشادي لتطبيق معايير مكافحة العدوى في أقسام ثلاجات الموتى. سلسلة العدوى تكبر ويكبر خطر انتقالها داخل المنشآت الصحية. خطر انتقال العدوى المرتبط بتقديم الرعاية الصحية داخل المنشآت يشمل المرضى ومقدمي الخدمة الصحية. يستمر هذا الخطر لانتقال العدوى لمن؟ لذوي المتوفي أو عاملين أو أي عاملين بقطاعات أخرى بعد وفاة المريض، ذلك لنتيجة التعامل مع جثمان المتوفي. لابد اعتبار جميع الجثامين المتوفين أو أي أعضاء بشرية معدية وناقلة للعدوى، على أن الرغم من أغلب الميكروبات الموجودة في أجساد المتوفين لا تكون إنها محتملة أن تصيب العدوى للأصحاء، ولكن توجد بعض الميكروبات المعدية يمكن أن تصيب الأصحاء، لذلك يجب تطبيق الاحتياطات القياسية على الدوام. الهدف من ذلك هو لمنع انتقال العدوى للعاملين الصحيين القائمين بالخدمة وقت الوفاة، وحفظ سلامة جميع العاملين بقسم شؤون الوفيات والقطاعات الأخرى المختصة بالوفيات وأفراد الأسر المتوفي. هناك مسؤوليات لبعض الأقسام في الإشراف على العاملين. أولاً، مشرف قسم الثلاجة مسؤوليته تقديم المساعدة والدعم لتطبيق هذه السياسة، متابعة طاقم العمل لتطبيق هذه السياسة، التأكد من توفير المستلزمات والأدوات الضرورية لتطبيق هذه السياسة. توفير ماذا؟ توفير مستلزمات غسيل وتطهير الأيدي، مستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية، أيضاً الأدوات والأجهزة المستخدمة في التعامل مع الجثمان، ومستلزمات وأدوات نظافة وتطهير البيئة. التأكد من تدريب العاملين داخل قسم ثلاجة الموتى على إجراءات مكافحة العدوى. وأخيراً، وضع خطة عمل للطوارئ والتعامل مع الحالات المعدية. ومن الأهم الأقسام التي لا تكون مسؤوليتها من أهم المسؤوليات للإشراف على العاملين هو قسم مكافحة العدوى. تدريب العاملين بقسم ثلاجة الموتى والعاملين على نقل الجثمان على تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وبخاصة سياسة التعامل مع الجثث وسياسة نظافة تطهير الأيدي واستخدام الأدوات والمستلزمات الوقائية الشخصية والعزل الطبي ونظافة تطهير البيئة. أيضاً تدريب العاملين بقسم ثلاجة الموتى والعاملين على نقل جثمان بالطريقة الصحيحة للتعامل مع حالات الوفيات بالوفيات المعدية أو الوخز بالإبر والآلات الحادة ومتابعتها. أيضاً التأكد من استيفاء العاملين بقسم ثلاجة الموتى والعاملين على نقل الجثمان للتطعيمات الضرورية حسب بروتوكول وزارة الصحة. التأكد من تطبيق سياسة من قبل العاملين بقسم ثلاجة الموتى والعاملين على نقل الجثمان بالطريقة الصحيحة. مسؤولية العاملين بقسم ثلاجة الموتى: أولاً، الالتزام الكامل بتطبيق السياسة الخاصة بالتعامل مع الجثامين وسياسة مكافحة العدوى المطلوبة، الإبلاغ الفوري عن حالات التعرض للإصابات بالآلات الحادة. هناك بعض المخاطر المحتمل حدوثها للعاملين الصحيين، أي أن العاملين بأقسام الوفيات معرضون لخطر التعرض للعوامل المسببة للعدوى. هذه المخاطر يمكن التقليل منها كيف؟ بالتعامل بالصورة الصحيحة وبالإضافة إلى تطبيق الاحتياطات القياسية. تشمل هذه المخاطر الإصابة بالأدوات الحادة، أيضاً التعرض لسوائل الجسم المعدية مثل تناثر الرذاذ والسوائل والدم أو غيرها من سوائل الجسم الحيوية أثناء التعامل مع الجثمان من غسيل أو تشريح أو تحنيط أو نقل أو غيرها، والتي قد تحمل خطر العدوى. في حال حدوث إصابة بأدوات حادة أو التعرض لسوائل الجسم، هناك إجراء متبع لابد تطبيقه بشكل صحيح. أولاً، جعل مكان الإصابة ينزف ويغسل جيداً بالماء والصابون، تغطية الجرح بضمادة غير منفذة للماء، رفع تقرير عن الحادث إلى قسم مكافحة العدوى وقسم الصحة المهنية أي عيادة صحة العاملين،
استيفاء بيانات نموذج الحادث الخاص بالإصابة والاحتفاظ بسجل لاسم المتوفي الذي حدثت الإصابة منه أثناء التعامل معه. إذا حدثت إصابة للجلد أو العينين بالرذاذ من سوائل الجسم يتم غسلها على الفور، لذلك يجب توفير مصدر للماء الجاري المسمى بدش غسيل العين. من الضروري الإشراف اللازم من قسم مكافحة العدوى على الموقع والتصميم الخاص بثلاجة الموتى. أولاً، كيفية اختيار الموقع. يجب اختيار الموقع بحيث تنعدم الحاجة لنقل الجثث من خلال المناطق العامة، أي يكون لها مسار خاص، مدخل الدخول والخروج للجثث. يجب أن تتوفر منطقة خاصة بالتحميل لتسليم الجثث، حيث يمكن لنقل الجثمان في مركبة خاصة ومناسبة. يجب أن تكون مناطق الدخول والخروج قادرة على استيعاب ما يلي: عربة النقل، مواقف عربات النقل، حوض لغسيل الأيدي مع توفر مستلزمات غسيل الأيدي مثل الماء الدافئ، الصابون، المناديل الورقية، سلة المهملات. لابد من توفر الجل الكحولي لتطهير الأيدي. إضافة إلى ذلك، توفر حوض محطة عمل أو مكتب مخصصة لسجل ثلاجة الموتى مثل الدخول والخروج الجثث. يجب أن تكون الحوائط والأرضيات في أماكن العمل بالقسم مكسوة بمادة ملسة تتحمل التنظيف والتطهير المتكرر بالمطهرات المعتمدة من وزارة الصحة. يجب أن يدعم التصميم العام الفصل التام بين أماكن ومسارات الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الجثامين وبين منطقة الثلاجات وأماكن الاستعراف لجثمان المتوفي ومكان خروج الجثث بعد تحضيرها للدفن أو النقل لمكان آخر. ينبغي عدم استخدام ثلاجات حفظ الجثث لأي غرض من الأغراض الأخرى غير حفظ الجثث أو الأعضاء البشرية. نأتي للتخزين. في حالات التخزين الأطول لجثث المتوفين، إذا لزم الأمر ينبغي أن يتم الحفظ في ثلاجة التجميد مع الحفاظ على درجة حرارة منخفضة جداً. يجب أن تكون جميع ثلاجات الموتى وغرف التبريد مزودة بأجهزة مراقبة التي تشمل على أجهزة الإنذار والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتسجل قراءتها. وضع أجهزة مراقبة لقراءة درجة الحرارة والرطوبة ويتم تسجيل القراءة يومياً. وضع سجل خاص بمتابعة درجة حرارة ثلاجات الموتى وغرف التبريد. ما هي المواصفات الفنية والأداء لثلاجات الموتى؟ تكون فريزر من الفولاذ التبريد من 0 إلى سالب 17 درجة، ووحدات واسعة تكون أجسام سمينة أو ثقيلة، شاشة مراقبة إلكترونية لدرجة الحرارة، نظام إنذار يمكن توصيله بنظام مراقبة إدارة المباني مسجل فيه درجة حرارة الثلاجة، تكون فيه فتحة للصرف عندما يكون الجهد 230 فولت، الضوء الحد الأقصى للأبعاد عرض يكون على ارتفاع 2800-2200. نأتي إلى درجات الحرارة. لابد أن تكون درجة الحرارة الغرفة زي ما تكلمنا درجة حرارة إذا كانت تبريد درجة حرارة منخفضة. نأتي الآن إلى درجة حرارة ثلاجات الموتى. يجب حفظ جميع الجثث داخل الثلاجة عند 2 درجة مئوية إلى 4 درجة مئوية فوق الصفر لمدة لا تزيد عن أسبوع. يجب وضع جميع الجثث للحفظ طويل الأمد في منطقة التجميد العميق عند درجة حرارة تساوي أو تقل عن سالب 15 درجة مئوية إذا لم يطالب أي قريب بالجثة خلال أسبوع واحد. 3. يجب مراقبة درجة الحرارة وتسجيلها يوميا. 4. يجب مراقبة درجة حرارة الثلاجة وتسجيل درجة الحرارة على الرسم البياني لدرجة الحرارة بشكل يومي. يجب إبلاغ دارة الصيانة عن أي عطل في درجة الحرارة. التهوية الحرارية وهواء التكييف. يجب أن يكون قسم ثلاجة الموتى جيد التهوية، بينما في الحالات عالية الخطورة يجب تعزيز تغيرات الهواء داخل المشرحة إلى 12 ساعة على الأقل مع الحفاظ على فرق الضغط السلبي واستخدام الهيبا فلتر.
يجب عزل نظام التهوية عن أنظمة التهوية الأخرى من خلال تصميم لتقليل انتشار الروائح ومسببات الأمراض المحمولة بالهواء. وهنا لابد من تدخل وإشراف قسم مكافحة العدوى في هذه القرارات. كيفية التعامل مع نقل جثامين المتوفين؟ لابد أن نعتبر جميع الجثث يجب التعامل معها باستخدام الاحتياطات القياسية. ينبغي ارتداء الملابس الواقية الشخصية المناسبة عند التعامل مع جثامين المتوفين، مثل القفازات أحادية الاستخدام أو المريلة الطبية والكمام الطبي العادي. يجب إزالة جميع الأجهزة واللوازم الطبية مثل القساطر الوريدية وأنبوب القصبة الهوائية والقساطر البولية فور إعلان حالة الوفاة. يجب وضع ضمادات وسدادات من أنسجة ماصة للسوائل في فتحات الجسم والجروح. عند التعرض للدم أو سوائل الجسم المتوفي بصورة مباشرة، ينبغي إبلاغ قسم مكافحة العدوى. إذا شخص المريض المتوفي بمرض معدي شديد العدوى، يجب تطبيق احتياطات إضافية وقائية مثل احتياطات العزل الطبي قبل الوفاة، فلا بد من أن يستمر تطبيقها بعد الوفاة بواسطة التعامل مع الجثمان. ينبغي أن لا يكون محظورا مشاهدة الأقارب الجثة إلا في حال احتمال التعرض للدم أو سوائل الجسم الأخرى للمتوفي. في حالة الوفاة بالأمراض المعدية شديدة العدوى، ينبغي يمنع الأقارب من الملامسة السطحية المباشرة للجثمان مثل اللمس أو التقبيل. عند الحاجة إلى نقل الجثمان، يتم نقل الجثمان بسرعة مع اتخاذ الترتيبات المناسبة لاحتواء أي تسرب محتمل من الدم أو سوائل الجسم. ينبغي استخدام غلاف بلاستيكي غير منفذ يلف به جثمان المتوفي أو كيس الجثة قبل النقل. يجب إبلاغ الجهات القائمة على عملية تجهيز الجثمان أو دفنه بحقيبة المرض المستوجب لعزل المريض سابقاً قبل تسببه بالوفاة لمراعاة الاحتياطات الإضافية. يتم تحديد أحد العاملين في المجال الصحي أو أحد العاملين بالمنشأة الصحية لمرافقة الجثمان في حالة الأمراض المعدية، وذلك لضمانة الالتزام بالاحتياطات المطلوبة طوال الفترة ما قبل الدفن. ينقسم تصميم سيارة نقل الموتى إلى 3 أقسام. أولاً، وجود مساحة خاصة لسائق النقل ومرافقه على أن تكون معزولة عن حجرة وجود الجثة. ثانياً، وجود مستودع خاص للإمدادات الصحية على أن تكون الأسطح الداخلية لقسم التخزين من نوع ستيل أو الفولاذ المقاوم للصدى أو مادة قابلة للتنظيف والتطهير، تحتوي على الآتي: مطهر الأيدي بتركيز من 60% إلى 70%، وسائل الحماية الشخصية، مطهرات الأسطح لاستخدامها عند الحاجة، حقيبة الانسكابات، أيضاً الاحتياج إلى أكياس نفايات أو الأكياس الخاصة بنقل المتوفين. 3، مكان نقل الجثمان. يكون القسم الثالث الخاص بنقل الجثمان معزول تماماً بفاصل مادي عن القسم الأول والثاني. يتكون من سرير نقل الجثمان قابل للتثبيت والتحريك، تكون الأسطح الداخلية للقسم الخاص بالجثمان من نوع ستيل أو الفولاذ، أو المادة تكون قابلة للتنظيف والتطهير. وضع أجهزة مراقبة خاصة لقراءة درجة الحرارة والبرودة والرطوبة داخل سيارة نقل الموتى. التأكد من إغلاق أكياس نقل المتوفى، وضع كود مطلوب على الكيس حسب سياسة وزارة الصحة. يكون النقل من المستشفى لسيارة النقل والعكس بإشراف مكافحة العدوى أو مشرف قسم الثلاجات أو التمريض أو كادر صحي مدرب على الإجراءات الصحيحة. يجب تطبيق الإجراءات الوقائية. هناك مبادئ توجيهها لابد من اتباعها داخل هذه الأقسام. أولاً، يجب ارتداء الملابس الملائمة لبيئة العمل داخل ثلاجة الموتى أو التعامل مع جثامين المتوفين وتطبيق الاحتياطات القياسية في جميع الأوقات. ثانياً، يمنع منعاً باتاً تناول المأكولات والمشروبات أو التدخين داخل الثلاجات وقاعات التعامل مع الجثث والتشريح والغسيل. ثالثاً، تنظيف وتطهير الأيدي هو العامل الرئيسي للحماية ضد التلوث ونقل العدوى.
تنظيف الأيدي يكون وتطهيرها جيدا في الحالات التالية: بعد لمس أي سطح أو مادة ملوثة، بعد نزع القفازات، قبل التعامل مع سجل التقارير أو مستلزمات النظيفة، قبل المغادرة المكان أو عند الدخول للمكان. من إرشادات نظافة البيئة بأقسام ثلاجات الموتى: أولاً، تنظيف الأدوات. يجب تنظيف الأدوات بصورة روتينية قبل تطهيرها، حيث أن وجود المواد العضوية يمكن أن يحمي الكائنات الحية من تأثير المواد المطهرة. لابد من غسل وتنظيف وتطهير الثلاجات الموتى من الداخل والخارج بشكل صحيح مع توفر جدول للتنظيف. لابد من شطف وتجفيف جميع الأدوات المستخدمة في التنظيف قبل تخزينها. يجب التخلص من المستلزمات أحادية الاستخدام كنفايات طبية. من الضروري تعبئة النموذج الخاص بالتنظيف والتطهير بشكل يومي. ثانياً، الانسكابات الدموية والسوائل. يتم التعامل مع انسكاب الدم وسوائل الجسم من الجثث باستخدام عدة التعامل مع هذه الانسكابات، ويجب على العاملين الفنيين بالقسم التدرب على استخدامها بصورة جيدة وتوثيق آلية التدريب والعمل من قبل قسم مكافحة العدوى. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا فيما يخص تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل أقسام ثلاجات الموتى. راجية منكم الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. شاكرة لكم حسن الاستماع والإنصات.